ميسي حقق الهدف، خلاص خد كأس العالم، وبالتالي هي ربما بشكل رسمي يعلن الاعتزال رسميا او دوليا، مش هيلعب تاني دولة، ودي اخر بطولة زي ما هو حتى بيقول انه دي اخر بطولة كأس عام، اكيد مش هيوصل كأس العالم 26، ولا وارد ولا مستحيل، ولا مفيش مستحيل قدام ميسي بعد اللي عمله النهارده؟ مفيش مستحيل، لان الموهبة خليه يقدر، هو موهوب، هو مش محتاج مجهود بدني، هو في مكانه يقدر ينقل كل حاجه. الموهوبين زي ميسي ما بيجريش كتير، بس لمساته يعني هو ده، دي نقطه. بس هو طبعا كان دايما بيتقال ميسي ما بيجريش كتير، ده بيجري 2 كيلو 3 كيلو. النهارده لقوا ان هو معدل الجري بتاع ميسي هو نفسه بالظبط، وهو عنده 35 سنه، نفس معدل الجري لمبابي اللي هو عنده 23 سنه، تقريبا معدل 13 كيلو في خلال المباراه. النهارده الكره بتنصف ميسي، وكاس العالم البطوله دي بالتحديد تنصف العرب، ويعني قدرت قطر انها تنتصر للهويه، تنتصر للعادات والتقاليد. حتى شفنا في الاخر اللقطه بتاعت انه فيفا والامير بيلبسوا ميسي العبايه والزي الرسمي بتاعهم هناك ويستلم بيه، ودي لقطه طبعا تنتشر في العالم كله، يعني يستلم الكاس ويرفع الكاس ويحتفل، مش باللبس الارجنتيني، بالعبايه. دي من اللقطات اللي هي فعلا تقول ان احنا دي لقطه بالنسبه لي يعني يعني في منتهى كده الخيال. مين كان يحلم ان احنا ننظم، يعني الوطن العربي ينظم بطوله، ينتصر بقى، يدخل في تحديات كبيره جدا مع كل الغرب في انه ازاي تعملوا البطوله بدري، ده ما ينفعش، لا ده احنا عايزين العادات الشارات الكلام ده كله. فيعني المره دي الكوره البطوله انصفت العرب، وكاس العالم انصف الموهبه وانصف ليونيل ميسي قدام خصوصا جمهور الارجنتين. محسن، فجاه كده لقينا سكالوني حس انه خلاص فاز الماتش 2-0، سحب دي ماريا، سحب والجبهه اللي كان فيها دي ماريا هي كانت اخطر جبهه موجوده، صحيح. والناحيه الثانيه دي شامب لما سحب عثمان ديمبلي وسحب اعتقد جريزمان، الاثنين جيرو الاول، ثم وبالتالي الماتش راح جاي في الوقت ده. ايه اللي خلى الثقة سكالوني لما سحب دي ماريا؟ خليني بس اقول في الاول ان عداله السماء النهارده نزلت على استاد لوسيل في كل شيء، انصفت العرب، لان لما طبعا في انهم قدموا مونديال رائع، كمان النهارده لما التصريح المستفز بتاع الفرنسيين اللي هم هيرفعوا اشاره المثليين، ده في عدم احترام للدوله، ان انت عدم احترام للدوله، انت عشان كده قلبنا كلنا عليه بالظبط، انصفت العرب، لان يعني ما حطتهمش في الموقف المحرج ده قدام العالم كله، انصفت العرب، ده رقم واحد. انصفت امبابي لانه لاعب رائع جدا، فخد هداف البطوله ودخل التاريخ انه سجل هاتريك في المونديال، وطبعا هداف البطوله بثمان اهداف ما حصلتش من 20 سنه من رونالدو الظاهره البرازيلي. انصفت الكره بقى، انصفت زي ما قالت ولا انصفت الموهبه ميسي، كان لازم يختم بالشكل ده، ما ينفعش ميسي ختم او ما ختمش، بالمناسبه اعتزل او ما اعتزلش، لكن انصفت ميسي. ارجع للحته